تفعيلا للدور المجتمعي لجامعة البعث، أطلقت كلية طب الأسنان مبادرة لعلاج المرضى المقيمين في المركز الإنجيلي لرعاية المسنين بحي باب السباع عبر تنفيذ جلسات عملية لمقرر تعويضات الأسنان المتحركة لطلاب السنة الرابعة، تتضمن معالجات تعويضية مجانية تحت إشراف أساتذة ومشرفي القسم. مبادرة كثير قيمة ومنيحة من الطلاب ومن المدرسين، عم بيقوموا بعمل حلو كثير. كثير حلوة، حسيتهم أولادنا وإخواتنا ومحبي من القلب والله إلهم، الله يعطيهم ألف عافية يا رب. المبادرة في لها أهداف كثير مهمة، أهداف تعليمية، لأنه الطلاب بينخرطوا بتجربة فريدة من نوعها، هن عالجوا المرضى بدار المسنين وبنفس الوقت تفاعلوا مع أعمار كثير كبيرة، وبنفس الوقت هن استفادوا تعليميا لأنه طلعوا من الجو الأكاديمي اللي موجود العيادات وعالجوا ضمن دار المسنين بظروف مختلفة. نحن بنعرف الحقيقة أنه هدول المرضى بيكونوا معظمهم مرضى عندهم احتياجات خاصة، ما بيحسنوا يراجعوا عيادة طبيب الأسنان، وعندهم درد كامل اللي هن يعني المرضى اللي بحاجة لأجهزة تعويضية كاملة، وبالتالي طلابنا مع زملائنا المشرفين قدموا لهم هالخدمات العلاجية هاي بالمكان الإقامة تبعهم. الحمد لله إنه كتير كانت تجربة مميزة، كانت جانب إنساني كتير عالي فيها، كان روح الفريق كتير حلو بالموضوع يعني، الحمد لله فيني أقول إنه تجربة مميزة ما رح أنساها طول عمري. كانت مبادرة جميلة إنه نشارك بدار المسنين ونتعامل مع شريحة كبيرة بالعمر ما كنا رح نتعامل معها بالجامعة، تجربة اجتماعية ورائدة على مستوى القطر. المبادرة تهدف إلى ربط الدراسة الأكاديمية بالمجتمع بما يحقق اكتساب الخبرة وتشجيع الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي لدى الطلاب بما يعزز دور الجامعة الإنسانية والتعليمية. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.